ماذا يفعل من يراوده شك في الإيمان؟ كيف نحارب الرياء؟ دي أسئلة طيبة. ماذا يفعل من يراوده شك في الإيمان؟ الإيمان إذا وقر في القلب، والإيمان الذي ينفع صاحبه والذي لا شك فيه، وإنما هذا الإيمان يكون على يقين. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ما في شك في الإيمان. بعد ذاك الله قال: أفي الله شك؟ الجواب: ليس في الله شك، لكن الذي تأتيه بعض الوساوس عن الله وبعض الأشياء السيئة التي تأتي في القلب، إذا تكلم بها فإنه يأثم. لو يتكلم بها وصدقها ده يأثم، لكن طالما هي وساوس في القلب. فإن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه أحدهم وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أحدنا يأتيه الشيء في نفسه أو في صدره يود أن لو تخسف به الأرض أو تنشق به الأرض ولا يتكلم به. قال: ذاك صريح الإيمان. ده دليل على إنه زول عنده إيمان. شكي الشيطان داير يوسوس لك، فإنت إذا جاك الشيطان تستعيذ بالله ثلاثا وتنفث عن شمالك إن كنت في الصلاة، أو تقول آمنت بالله إن كنت خارج الصلاة. تستعيذ بالله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أن الله تعالى قال: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. فما بضرك مجرد الوساوس إذا لم تتكلم بها. أما الشك كفر وردة، وإنت ما عندك شك لكن إنت عندك وساوس. ده تصحيح السؤال. أما الذي عنده شك، الشك نوع من أنواع الردة والكفر. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.